السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد في الأولى والآخرة، له الحمد في السماوات والأرض، له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، له الحمد هو الأول فليس قبله شيء، وله الحمد هو الآخر فليس بعده شيء، وله الحمد هو الظاهر فليس فوقه شيء، وله الحمد هو الباطن فليس دونه شيء، وله الحمد فهو على كل شيء قدير. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، فنعم المولى ونعم النصير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمةً للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فجزاه الله عنا وعن أمته خير ما جازى نبيًا عن أمته. ثم ما بعد، أيها الأحبة في الله، يقص الله سبحانه وتعالى في القرآن القصص لتكون عبرةً للمعتبرين، ولتكون زادًا للمتقين، ولتكون نبراسًا يسير عليها وعلى عبرها السائرون. ولذلك كانت هذه القصة التي وردت فيها أحسن القصص، أو عبارة أحسن القصص، وهي قصة يوسف عليه السلام، مع أن أحسن القصص اسم جامع لجميع القصص التي وردت في القرآن. نحن نقص عليك أحسن القصص، فكل قصة قصها الله عز وجل في القرآن فهي من أحسن القصص. وقد اختلف العلماء أي قصص القرآن أحسن، لأن القرآن يتفاوت، سوره متفاوتة وكذلك قصصه متفاوتة، فمن سوره ما هو أفضل من بعض، ومن قصصه ما هو أيضا أفضل من بعض وأحسن من بعض. لكن ما هو أحسنها؟ هي كلها في منتهى الحسن، لكن أحسنها مختلف فيه. فقيل أحسن سور قصص القرآن قصة موسى عليه السلام، لأنها قصة تناولتها جميع سور القرآن، فما من سورة من سور أغلب سور القرآن، فما من سورة من سور القرآن إلا وفيها في الغالب إشارة لقصة موسى عليه السلام. وقيل أحسن القصص قصص إبراهيم عليه السلام، وقيل آدم عليه السلام، وقيل يوسف عليه السلام، وكل واحدة لها جوانب من جوانب الحسن ليست عند القصة الأخرى، لذلك كلها حسنة وكلها فيها من العبر ما فيها. لكن هنالك جوانب تذكر في قصة موسى ولا تذكر في قصة يوسف، وجوانب تذكر في قصة يوسف ولا تذكر في قصة موسى. وبين القصتين تشابه، بين قصة موسى عليه السلام وقصة يوسف عليه السلام تشابه كبير. سورة القصص ركزت على قصة موسى وهارون، نقص عليك من نبأ موسى وهارون، وجعل اسم السورة القصص. بينما سورة يوسف نحن كما قال تعالى أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا الكتاب، فأحسن القصص ذكرت في سورة يوسف، لأن هذه القصة قصة يوسف ذكرت في هذا الموطن وحده. ومن نظر إلى قصة يوسف مجملة وقصة موسى مجملة وجد التشابه والتقارب بين القصتين. فمثلا يوسف أين تربى؟ في قصر عزيز مصر. موسى أين تربى؟ قصر فرعون. يوسف فقده من؟ أبوه. موسى فقده من؟ أمه. إذن هناك تشابه بين القصتين من الصغر، من النشأة، إلا أن موسى لم يكن محسوداً ويوسف كان محسوداً. موسى عليه السلام الذي دفع فرعون لتربيته زوجة فرعون، امرأة فرعون، وموسى ويوسف الذي دفع العزيز أن يشتريه امرأته التي قالت اشتره. ولذلك قال تعالى وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، أي سبب شرائه المرأة. إذن نأتي لهذه القصة، قصة يوسف، وهذه القصة لنا معها 11 وقفة. كم وقفة؟ 11، وإن شئتم جعلناها 13 وقفة على عدد الكواكب التي سجدت ليوسف، 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فنحن لنا مع هذه القصة 13 وقفة. الوقفة الأولى، هذه القصة قصة يوسف عليه السلام من أوائل ما نزل من القرآن، من أوائل ما نزل من القرآن. والسبب سبب نزول هذه القصة التشابه ما بين قصة موسى، عفوا قصة يوسف وقصة محمد صلى الله عليه وسلم، في تشابه. من حسد يوسف؟ إخوته. من حسد النبي صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة؟ أهله وعشيرته، وأنذر عشيرتك الأقربين. طيب ماذا قالوا عن يوسف؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا. ماذا قالوا عن محمد؟ اقتلوا محمد، أخرجوه، كما قال تعالى عنهم ليقتلوك أو يخرجوك أو يثبتوك. فكل الخيارات التي قيلت عن يوسف قالتها قريش عن محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هناك تشابه بين قصة يوسف وقصة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أظهره الله على قريش تشبه بحال يوسف في فتح مكة. عندما فتح مكة قال: يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. نفس العبارة يرويها النبي صلى الله عليه وسلم صفة ليوسف عليه السلام، عندما سئل صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس؟ قال: يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. هو كريم لأنه نبي، أبوه كريم يعقوب نبي، جده كريم إسحاق نبي، جد أبيه كريم إبراهيم عليه السلام نبي. هذا أكرم الناس نسبا، الكريم ابن الكريم ابن الكريم، فهو أكرم الناس نسبا. قريش قالت للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فذكروا الكرم صفة للنبي صلى الله عليه وسلم، ونفس الكرم كان موجود عند الأنبياء جميعا، لكن الحظ الأوفر والأسمى منه للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: والله لا أقول لكم إلا كما قال أخي يوسف، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. بداية القصة رؤية، وسط القصة رؤية، آخر القصة رؤية. إذن هذه القصة جميلة جدا، أحسن القصص، لأنها شملت جميع أحوال الإنسان، يقظة ومناما، حال الملك، حال الوزارة، حال السجن، حال النسوة وكيدهم، حال السوق والبيع والشراء، حال البادية، حال الآبار، كل البر والبحر وكل شيء موجود في هذه القصة، حتى الأمطار والزراعة والنباتات والأبقار، كل ما تعنيه الحياة موجود في هذه القصة العظيمة. ابتدأت القصة بحدث حصل ليوسف وهو نائم، إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني. أول وقفة يا أبتي يا بني، درس في بر الوالدين، درس في التعامل مع الوالد، ودرس في التعامل مع الولد. عندما يكون والدك تعرف اسمه، مثل اسمه يعقوب، لكن من الأدب ألا تجرد والدك باسمه وألا تناديه باسمه. فهذا إبراهيم يقول: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. ووالده كافر مشرك من أهل النار قطعا، ومع ذلك يتأدب معه ويقول يا أبتي يا أبتي. وإبراهيم خليل الرحمة، وهذا يوسف يخاطب والده النبي المرسل يعقوب عليه السلام ويقول يا أبتي. لنتعلم من هدي الأنبياء كيف نتعامل مع الآباء مهما كانت شدتهم ومهما كان لينهم مهما كانت درجتهم، فلا بد أن يخاطب الأب باسم الأبوة يا أبتي. وكذلك نتعلم الدرس مع الأبناء كيف نخاطب أبناءنا. لا تقول لابنك يا فلان، ولكن قل يا بني. فيعقوب يعرف اسم ولده يوسف ولم يقل يا يوسف لا تقصص رؤياك، ويوسف يعرف اسم أبيه يعقوب ولم يقل يا يعقوب رأيت 11 كوكبا. فإذا قال الولد لأبيه يا فلان وقال الوالد لابنه يا فلان فقد تقطعت أوصال الأبوة والبنوة، وعندئذ يدخل العقوق. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية، وهذه الوقفة للمعددين، من كانت له أكثر من زوجة. يعقوب كان معددا، كان عنده 4 زوجات، وكل زوجة أنجبت أولاد. كيف تعدل بين زوجاتك وكيف تعدل بين أبنائك من زوجاتك؟ يعقوب كان عادلا، لكن المصائب فوق قدرة الناس. الذي حصل أن والدة يوسف واسمها راحيل توفيت عند ولادتها بأخيه بنيامين، فعاش يوسف وأخيه مع أب ولكن من غير أم ولدتهم، أمهم قد توفيت. فأراد يعقوب عليه السلام أن يعوض يوسف حنانا زائدا منه مقابل الحنان الذي فقده بموت والدته. وزوجة الأب لا يمكن أن تكون كالأم التي ولدت مهما كان حنانها. فلما رأى النسوة أن يعقوب يميل ليوسف أكثر من أبنائهن ويقرب يوسف أكثر من أبنائهن، أخذتهن الغيرة، لأن المثل يقول حب الولد من حب أمه. قالوا أكيد كان يحبها أكثر منا، من أجل ذلك يحب أبنائها أكثر منا، فأدخلوا الأبناء في باب الغيرة، وبدأت الأمهات تحدث الأبناء ترى أبوكم يختار عنكم يوسف، أنتم رجال، أنتم اللي تعملوا وتروحوا وتجوا وتجيبوا الماء وتخدموا، ويوسف جالس عنده ما يسوي شيء، بس إذا جلس يطالع فيه وإذا تكلم يطالع فيه، وأنتم ما يعطيكم وجه. هذه الفكرة بدأت من النساء ووصلت إلى الأبناء، بدأت تتشربها عقول الأبناء، وبدأ يعقوب يراقب الحدث. فلما جاءه يوسف، ويوسف محسود أصلا من إخوته على مجرد أن والده يقربه وينظر إليه، قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. هنا بدأنا الدرس الثاني، الكيد إن كان من صديق كان كيدا حسنا، كان من صديق محب كان كيدا حسنا، وإن كان من عدو حاسد كان كيدا سيئا. والكيد ينقسم إلى 4 أقسام: كيد عظيم لا أعظم منه وهو كيد الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وكيد الخلق دون ذلك كله. أما كيد الخلق فينقسم إلى 3 أقسام: كيد عظيم وهو كيد الحاسد. كيد من؟ الحاسد. وهذا الكيد هو الذي استعيذ منه، شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. الحاسد إذا حسد كيده عظيم. لذلك اسمع بأذنيك إلى كيد إخوة يوسف بسبب الحسد الذي ملأ قلوبهم. ماذا قالوا؟ قالوا اقتلوا يوسف قتل، أو اطرحوه أرضا تأكله السباع والهوام، والخيار الثالث ألقوه في غيابة الجب. طبعا هذه مذاهب ثلاثة لإخوة يوسف، وعددهم كم؟ 10. أخوه الصغير بنيامين لم يدخل في الكيد، و10 دخلوا في الكيد وانقسموا إلى قسمين أساسيين. القسم الأول طائفة قالت اقتلوا يوسف، والطائفة الثانية قالت لا تقتلوا يوسف، اقتلوا يوسف أو القوه، عفوا، أطرحوه أرضا. الطائفة الثانية قالت اطرحوه أرضا. هذه الطائفة عدد كبير اللي قالت اقتلوا، وهذه الطائفة اللي قالت اطرحوه أرضا عدد كبير. فتكلم واحد، وهذا الواحد هو أوسطهم وهو أفضلهم، قال لا تقتلوا يوسف. طيب هذا الخيار المستبعد. طيب ألقوه أرضا، لا تلقوه أرضا. طيب إيش نسوي؟ ألقوه في غيابة الجب. يؤخذ من هذا دروس. الدرس الأول أن ارتكاب المفسدة لدرء مفسدة أخرى أكبر منها مصلحة محضة، وهذا يسمى عند الأصوليين ارتكاب أخف الضررين وأهون الشرين وأهون المفسدتين. قتله مفسدة عظمى، لأنك ستباشر بنفسك إزهاق روح، وهذا محرم في جميع الشرائع، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله. طيب إلقاؤه في البر حتى تأكله السباع، هذا أيضا شر وقتل غير مباشر. طيب إلقاؤه في غيابة الجب، هذا قتل، لكنه قتل بطيء، وقد يكون أيضا فيه حياة. قد تأتي جماعة فتخرجهم من البير حيا ثم تأخذه وتمشي به. فارتكبوا أخف الضرين وأهون الشرين، واتفقوا على ذلك. وكان صاحب الرأي أنقذ حياة يوسف عليه السلام. هذا الذي أنقذ حياة يوسف هو الذي مشى مع بنيامين وتخلف في مصر، وقال أنا ماني براجع لأبوي. اذهبوا إلى أبيكم، ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق. وكان هذا الرجل صاحب الرأي السديد في أبناء يوسف. رأيه الأول ألقوه في غيابة الجب، كان سديدا. ورأيه الثاني ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق، مع تخلفه هو في البلد الذي فيه الولد الصغير. كل ذلك كان سدادا، ولذلك كان هذا صاحب هذا الرأي هو أقرب أبناء يعقوب ليوسف، وأقرب أبناء يعقوب لبنيامين، و12 ولد عندما تقسمهم إلى 4 أقسام سيكون كل قسم كم؟ 3، والزوجات كم؟ 4. فكان هؤلاء ال3 حزب، يوسف وبنيامين والأخ الذي بقى معهم. طيب إذن نرجع ونقول نفذ الإخوة المخطط. جردوا يوسف وعمره 10 سنوات من ثيابه ورموه في البير، وهذا البير ليس بير عادي يرى قعره 10 أمتار 20 متر، لا، هذا بير من الآبار التي لا يرى قعرها. ولذلك الله عز وجل أطلق عليه غيابة الجب، أي ما فيه يغيب لا يرى قعره. ولك أن تتخيل يوسف الطفل 10 سنوات بير، إذا جاء الرجل الكبير إلى البير في الليل يخاف منه، يخاف أن يسقط فيه حتى لا يستطيع ينظر خوفا من السقوط. داخل البير قد توجد الحيات والعقارب وأشياء تؤذي، ومع ذلك ألقي في غيابة الجب مساء، وجاء الليل وذهب إخوته عنه وبقي في الليل، بقي في الجب لمدة كم؟ 3 أيام. إيش اللي استقبله في الجب؟ جاء جبريل، أوحينا إليه، أرسل الله إليه جبريل وهو في الغار الجب هذا، قالوا يا يوسف سيحصل من الأمر كذا وكذا وكذا وكذا، فأعطاه مسطرة حياته من خروجه من الجب إلى أن يموت، حتى الطعام اللي يأكله كل التفاصيل جاته. وهذا البرهان الذي سيراه وقد رآه عندما راودته التي هو في بيتها عن نفسه، قد أخبر أنها ستراوده فليستعصم. إذن كان ينتظر التنفيذ، بعد 3 أيام بتجي قافلة وسينزل عليك دلو من أعلى، إذا نزل امسك الدلو فسيرفعك، إذا رفعك ترى أخوتك موجودين يلعبون، فإذا رأوك سيقولون هذا عبد لنا، اسكت عادي، سيبيعونك عادي، لا تتكلم، لا تقول أنا حر أبدا، نتركهم يبيعونك. سيذهب بك القافلة إلى مصر عادي، ستباع في مصر بيعة أخرى، لكن الذي سيشتريك سيكرمك، ليس بإرادته ولكن بإرادة الله. وفعلا بعد 3 أيام جاءت القافلة وأخذ يوسف، رفعوه، والذي أرسل الوارد الذي ألقى دلوه في البئر أدلى دلوه ورفع يوسف، صرخ قال يا بشرى هذا غلام. سمع به الإخوة فجاءوا يجرون، قالوا هذا عبد لنا، نفس الكلام عنده خبر عنه، سقط في البئر، إذا تحبون نبيع لكم بعناه لكم بكم، أي شيء، أي دراهم. أعطوهم دراهم معدودة، 3 دراهم، 4 دراهم، شيء معدود قليل، دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين، يعني خذوا لو تبغونها بلاش، لو أردتم أن تأخذوهم من غير ما تدفعوا شيء خذوا، وإذا تحبوا تدفعوا أي شيء ادفعوا. فدفعوا دراهم بسيطة أقل من قيمة العبد، فضلا عن الحر، وشروه بمعنى باعوه إخوته. طيب هنا الحسد، إخوته قالوا اقتلوا يوسف وهو يسمع، اطرحوا أرضا وهو يسمع، ضربوه وهو يرى ويسمع، ألقوه في غيابة الجب وهو يتمسك، لا تلقوني، ألقوه وهو يرى ويسمع، ثم آخر شيء باعوه. وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من ضرب الحسام المهندي، بيعته الأولى أشد عليه من البيعة الثانية، لأن البيعة الأولى باعها إخوته، والبيعة الثانية باعوا ناس عراقيين بعيدين عنه، ليس بينهم وبينه نسب ولا حسب، ولكن عنده الخبر من الله، لا تبتئس، أصبر. وتحمله القافلة معها إلى مصر متاع من الأمتعة، بضاعة من البضائع. ودائما سوقنا خاصة الذي كان يباع فيه البشر يشترون الذكر لقوته، من أجل أن يزرع ويبني ويحصد ويختم ينفع صاحبه. لذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه في أول الإسلام لما كان يشتري الأرقاء ويدخلون في الإسلام كبلال وغيره، غضب منه والده، قال يا أبا بكر أنت سفيه، إذا أردت أن تشتري بمالك فاشتري رجال أقوياء يحمونك ويحمون صاحبك. فنزل في ذلك قول الله عز وجل وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. يشتري الناس لا يريد منهم خدمة يقدمونها له ولا عمل يقدمونه، وإنما ابتغاء وجه الله. طيب يوسف وصل إلى السوق وبعث الله إليه عزيز مصر. عزيز مصر هو الرجل الثاني في مصر، ونظام مصر وقتئذ كنظام المملكة البريطانية المتحدة، ملك وتحت الملك رئيس وزراء هو الذي يتنفذ في كل شيء. رئيس وزراء هو عزيز مصر، لكن فوقه ملك مصر. عزيز مصر هذا لا يولد له، كان رجلا عنينا يعني لا ينفع النساء، وأراد أن يكرم زوجته فذهب واشترى، علم بمقدم يوسف غلام جميل أبيض طيب ليس مثل العبيد الموجودين، أعطي نصف الجمال، فجاء واشتراه. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. طبعا هذه وصية بيوسف، لكن الذي يؤلم ويقطع القلب أن يكون الرجل المصري عزيز مصر أرحم بيوسف من إخوته. إخوته قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا، وهذا الرجل الغريب في مصر يقول أكرمي مثواه، يعني اكرميه احسني إليه. دخل قصر عزيز مصر وعمره 10 سنوات، وبدأت زليخة امرأة العزيز تكرم مثواه، فجعلت له غرفة في أعلى قصرها أعلى البيت، وجعلت له فراش وزير من أحسن الفرش، ولباس من أحسن اللباس، وطعام من أحسن الطعام، والخدم والحشم يدخلون ويخرجون لخدمة يوسف. إذن يوسف الآن في سراء أو في ضراء؟ في سراء. عوض بدل قعر البير إلى قصر العزيز في مصر، وإلى غرفة جناح في أعلى القصر، فبدأت تغذيه وبدأت تربيه وبدأت تقدم له على أنه ولدها. أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، فهي اتخذته ولدا، قالت خلاص هذا ولدي، تأخذه معها تمشي معه تمشي معه أو يمشي معها رايحة جاية في أي مكان، وكل الناس تتعجب من جماله وبهائه وحسن صورته وحسن صوته وحسن سمته. ويكبر يوسف، وكلما كبر كلما كبر حبه في قلبها حتى شغفها، قد شغفها حبا. مكث معها في قصرها 10 سنوات، من عمر 10 سنوات التي دخل فيها القصر إلى عمر 20 سنة، وعندها بدأت تراوده. خلاص بدأت المراودة، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. في بعض الروايات تجردت من الثياب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. فلما فعلت ذلك فر يوسف منها فتبعته، ومسكت ثوبه من الخلف وجذبته إليها بقوة فتمزق الثوب. ووقت تمزق الثوب فتح السيد الباب، الزوج، لأن يعني الباب مغلق بالمفتاح، ولا يوجد أحد يملك المفتاح إلا الزوجة والزوج. فتح عزيز مصر غرفته فإذا بزوجته متجردة من الثياب، وإذا بيوسف قد تمزق ثوبه من جهة الدبر، وإذا بجارية من الجواري ترضع طفل تدخل فينطق الله عز وجل الطفل البريء الذي لم يصل حد الكلام، فيقول: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فكان الغلام من أهل المرأة من أهل القصر، شهد لصالح من؟ يوسف. وشهد شاهد من أهلها، قيل المراد بهذا الغلام، وقيل أحد خدم البيت لم يشهد، كان خارج فشهد وقال: إن كان حصل أنه قد من أمام فهي تدفعه وهو مقبل إليها فقد ثوبه، وإن كان قد من الخلف فهو هارب عنها وهي تجذبه فقد ثوبه. سواء هذا الكلام صدر من غلام أو صدر من بالغ، المهم الذي صدر منه من أهلها، شهد شاهد من أهلها. إن كان قميصه قد من دبر فصدقت وهو من من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر صارت الفضيحة، التفت على زوجته: ما هو الشيء الذي فعله؟ وقد تبين أن زوجته هي الظالمة والمعتدية، وهي التي راودت الفتى عن نفسه. فلما رأى قميصه قد من دبر التفت على المرأة، قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. ما شاء الله على الغيرة، هذا منتهى الغيرة عنده. إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. ثم التفت على يوسف يستسمح: يوسف أيها الصديق، يوسف أعرض عن هذا، يوسف أعرض عن هذا، الحرمة دي أعرض عنها، لا تطالع فيها، اخترها، دعها عنك، أعرض عن هذا. ثم رجع على المرأة: واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. هذا هو عزيز مصر، راحت العزة، ذهبت العزة. إذا كان العزيز لا يستطيع يحمي زوجته، ولا يستطيع يحمي فتاه، ولا يستطيع يحكم حكم نهائي، معناها أنه لا حول له ولا قوة، وأن السيطرة في القصر للمرأة وليست للرجل. هذه امرأة مسيطرة. قال: واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. الشاهد الذي شهد أو شهد، سواء كان كبيرا أو صغيرا، شاع وذاع الخبر، سواء عن طريق الشاهد الذي تكلم، أو حتى عن طريق العزيز، قد يكون تكلم أو هي نفسها تكلمت. المهم شاع الخبر وذاع في نسوة علية القوم، الطبقة العليا في مصر، طبقة الحاكمة، طبقة الوزراء وكبار الشخصيات. وأخذنا يعني يتكلمن في عرض زليخا. وقال: نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن، وصل الخبر لها، هي ذكية، قالت: خلاص، أنتم الآن حكمتم علي لأنكم ما شفتم يوسف، ما رأيتم يوسف، أصبروا، تعالوا تغدوا عندي وشوفوا يوسف، وبعد ما تشوفوا يوسف احكموا هل عندي حق ولا لا. فجمعتهن وهيأت لهن مجلس، وهيأت لهن فاكهة تقطع بالسكين أو بالسكاكين، وأعطت لكل واحدة فاكهة وسكاكين، سواء كان تفاح وبرتقال أو نوع من الفاكهة اسمه المتكى كما قيل، أو أن المتكى ما تتكئ عليه من الفرش. المهم فاكهة تحتاج إلى السكاكين حتى تقطع. وصعدت زليخة إلى يوسف في أعلى القصر ولبسته وهيأته، ويوسف لا يدري لا يعلم. وقال: تخرج عليهن، خلاص انزل، في ناس ينتظروك تحت. الناس كلهم حارين. فلما رأينه نازل من أعلى، فلما رأينه ايش سووا؟ أكبرنه، لأن كل واحدة حاولت تملأ عيونها منه نظر. أكبرنه، لماذا أكبرنه؟ لأنه لم ينظر إليهن. والمرأة إذا كسرت كبرياءها أكبرتك، وإذا ذهبت خلفها احتقرتك. فيوسف لم ينظر إليهن فأكبرنه، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاشا لله، ما هذا بشر، هذا الرجال هذا ليس بشر، لو كان بشر لنظر إلينا، احنا الرجال نشوفوهم عندنا، الواحدة لو تكلمت حصل وحصل، ولو تحركت حصل وحصل، هذا تكلمنا وتحركنا ولا طلع فينا، ما هذا بشر. طيب وش هو؟ إن هذا إلا ملك كريم. يا زليخة بيتك فيه ملك ليس إنسان. طيب اسمع الشهادة، ملك كريم. يا سلام، بعد ما حكموا عليه أنه ملك، والملك لا شهوة له، صح والله؟ لا، ملائكة ما فيهم شهوة، وكريم، هو ملك عادي. طبعا بدأنا جميعا يراودنه. ذلك الملك مستقبلا عندما جمعهن قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف، يعني كانت واحدة حرمة فإذا بها 41 فتاة من أجمل فتيات مصر، ويكفي ما قاله الشافعي عن فتيات مصر، ومع ذلك ما حركوا في شعره، ما نظر إليهن، غض بصره كأنهن الجماد. غضبت زليخة وبدأت التهديد، يعني الكلام اللين والكيد الهين ما نفع، خلاص خلينا نجرب الأسلوب الثاني، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. هنا يوسف قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. شوف العفة، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهم. هو بشر لكن معصوم، الله عز وجل عصمه. طيب ما معنى قوله ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه؟ اختلف العلماء في هم يوسف من أي نوع. همت به واضحة لأن قالت هيت لك تعال، لكن هم بها هو كيف؟ بعض العلماء قال هم بطردها، بعضهم قال هم بضربها، بعضهم قال هم بقتلها، بعضهم قال لا، هم بها فعلا فرأى البرهان. طيب ما هو البرهان الذي لما رآه زال الهم الذي كان في قلبه إذا كان هم بها على ظاهرها؟ قيل رأى برهان ربه، فعل فعلته هي، فكان برهانا من الله له فتذكر به. إيش سوت؟ كان عندها صنم في غرفة نومها فاستحيت من الصنم وغطته، قالت إني أستحي منك صنم. فقال يوسف هذا برهان، تستحين من صنم لا يسمع ولا يبصر، وأنا أولى أن أستحي من ربي فهرب. فكان هذا برهان ربه. وقيل برهان ربه أنه صور له يعقوب يقول لا، وقيل برهان ربه تذكر ما قاله جبريل له، هذا الأصح أنه سيقع فتذكر وهذا برهان، ثم فر إلى الباب. طيب اجتمع النسوة وبدأت تهدد زليخة وقطعن أيديهن عند المشاهدة، ورجعت كل واحدة منهن إلى زوجها يدها مربوطة مقطوعة. إيش فيك يا فلانة؟ والله كنت عند فلانة وانقطعت يدي. كيف انقطعت؟ ما في أحد يخدمك؟ فلانة امرأة العزيز كنت تخدمي عندها؟ لا والله أنا كنت بقطع فاكهة بس قطعت يدي. وزوجة فلان نفس الشيء قطعت يدها، والوزير الثاني زوجته قطعت يدها. 40 امرأة قطعن أيديهن وقطعنا يا اخوان تختلف عن قطعنا. قطعنا قطعة واحدة، قطعنا بالتخفيف، لكن قطعنا طيب ليش ما شعروا بالألم؟ قالوا رؤية المحبوب تزيل الألم. لذلك بلال بن رباح كان يعذب في رمضاء مكة ويضرب بالسياط، وكان يكرر أحد أحد. قيل له يا بلال كيف تحملت عذاب قريش؟ قال قرنت مرارة عذابهم بحلاوة الإيمان بالله، فغلبت حلاوة الإيمان بالله مرارة العذاب. عرفت؟ إذن هن لما أكبرنه وامتلأت قلوبهن بمحبته أصبح عذاب اليد وألم اليد شيء بسيط للفرح الذي حصل في القلب من مشاهدة المحبوب. أمر على الديار، ديار سلمى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. فإذا كان من سكن الديار مشاهدا فماذا ستفعل؟ قد تقطع يدك وأنت لا تشعر كما فعل النسوة. طيب وصل الخبر للرجال، وإذا به مؤتمر يعقد في مصر جديد، طوارئ، أعلنت حالة الطوارئ، واجتمع الرجال أزواج المقطعات أيديهن. إيش نسوي مع الرجال هذا؟ ماذا نفعل؟ قال والله الرجال هذا ما دام موجود بين ظهرانينا والحريم شايفينه ما في واحد حرمته بتطالع فيه، هذا جميل لابد أن نخفيه. طيب كيف نخفيه؟ ما يمكن نقتله، مسكين بريء، ولكن أبسط شيء خلينا نحطه في السجن. وهذا مثل إخوة يوسف، لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب، هذو إخوته. وأما أهل مصر قالوا لا تقتلوا يوسف والقوه في السجن. وهذا نوع من الحسد، رجال مصر حسدت يوسف على جماله، وإخوة يوسف حسدوا يوسف على مكانته عند أبيه وعلى جماله أيضا، كان يوسف أجمل من إخوته الآخرين، ولذلك إخوة يوسف ما حد قطع يده وهو من أجلهم، وهذا قطعت الأيادي على مشاهدته. ثم ماذا؟ أجمعوا على سجنه، وصدر القرار من عزيز مصر اللي هو يعتبر رئيس الوزراء بسجنه. وحصل أن وقت إدخاله السجن كان وقت حدوث جريمة شنعاء في قصر الملك. إيش الجريمة؟ ذواق الملك مات. كيف ذواق الملك؟ الملك في مصر كان عنده رجل اسمه وظيفته ذواق، المهنة ذواق، أي شيء يقدم للملك طعام أو شراب قبل لا يأكل الملك أو يشرب يأتي الذواق فيشرب من ذا، يصلح طعمه زين تفضل طال عمرك، يأكل من هذا طعمه جيد كويس غير مالح والله كذا تفضل. المسكين الذواق أخذ شيء من الخبز وشرب شيء من العصير ومات ولم يعطي خبر. يا سلام، مات ذواق. إذن النتيجة الحتمية إما الاثنين فيهم سم، الخمر والطعام، وإما أحدهم في سم. صدر أمر الملك، قال رئيس الخبازين ورئيس حقون الشراب خذاهما إلى السجن تحت التحقيق بتهمة القتل العمد. وجاءت لجان التحقيق وجابوا كلاب وجابوا دواب، تفضل قدموا للكلب الطعام مات، وقدموا كلب ثاني الشراب شرب ما ضر الشيء باقي ينبع، شرب الثاني الثالث، قالوا أما هذا صاحب الشراب ما عنده مشكلة، وصاحب الطعام هذا مجرم هو اللي وضع السم. الاثنين دخل على يوسف، والمحكمة هناك تحقيق هناك في قصر الملك، وشافوا الرؤية وقصاها على يوسف وهو في السجن. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. هنا يوسف عليه السلام استغل الحدث، أحدهما سيقتل، إذن أهم شيء الدعوة إلى الله قبل التعبير، أهم شيء يدخل الإسلام. قال: يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فبدأ يدعوهم إلى التوحيد. أسلم أو لم يسلم لم يرد في ذلك نص، لكن يوسف دعاهم، إن عليه إلا البلاغ. ثم قال: أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما: اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربي، فلبث في السجن 7 سنين. جاءت النتيجة، لجنة التحقيق توصلت للحقيقة الآتية: صاحب الخمر بريء، وصاحب الخبز مجرم. أخذ صاحب الخبز، حقق معه، قال: والله نعم فلان 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 أعطوني مال وقالوا حط السم، جيء بالجميع وقتل الجميع ذبحا إلا هذا، صلب كما قال يوسف، وبقي مصلوبا حتى أكلت الطير من رأسه. ويوسف قال الذي ظن أنه ناج منهما، قال: إذا رجعت للملك اذكرني، قل ترى في واحد في السجن، افتحوا قضية تحقيق مثل ما حققتم في قاتل هذا الرجل، في واحد مسجون حققوا في قضيته، ليش مسجون؟ فأنساه الشيطان ذكر ربه، فلبث يوسف في السجن بعد هذه القضية 10 سنوات، 7 سنين، 10 سنوات في سجن مصر. طيب من أخرجها من السجن؟ الله. لكن سبب الخروج العلم، العلم يا أخوان سبب للخروج من المضايق. لو يوسف ما يعرف العلم، ما عنده تعبير رؤيا، كان مكث عمره كله في السجن وما خرج. لكن العلم بفضل الله أخرجه الله به. ينام الملك ويرى رؤيا عجيبة، وقال الملك: إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، 7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون، قالوا أضغاث أحلام. كيف 7 بقرات سمان يأكلون 7 عجاف؟ المفروض أن السمان هي اللي تأكل العجاف في حالة أن البقر يأكل بقر، ولكن أصل البقر لا يأكل البقر، لا يأكل اللحم، هذه مشكلة. طيب 7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، الخضراء دخلت في اليابسة مثل ما البقرة السمينة دخلت في النحيف. قالوا هذه ما فهمناها، هذه أضغاث أحلام ما لها معنى. وينام الملك اليوم الثاني وتعود، وعندها يقول هذا اللي يصب الشراب للملك، الملك صار ما يشرب شيء. الرؤية ذي يعني أثقلت عليه، أهمته. قال له: أنا نجيب لك الجواب. صاحب الخمر قال: أنا أنبئكم بتأويلي، أنا اللي بجيب لكم الخبر، فأرسلون، أعطوني الإذن، نذهب إلى السجن ونرجع ونجيب لكم الجواب. قال له: روح. ذهب إلى السجن. قال له يوسف: أيها الصديق. ليش قال له صديق؟ لأنه عبر من أول فصدق تعبيره. هم في البداية قالوا: إنا نراك من المحسنين، وقال له يوسف: وأيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، 7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال: تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تحسنون، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن. فعبرها يوسف بهذا التعبير، ورجع به الغلام إلى الملك وقص عليه الرؤيا. الملك فرح، قال: جيبوه الآن، جيبوا لي يوسف. وصدر أمر إطلاق سراح يوسف. وجاء البشير يلا يا يوسف صدر أمر إفراج، أمر خروج، تعال. قال لا. واحد مسجون من 10 سنوات ظلما وعدوانا، ويجيه أمر يخرج وما يخرج. مين؟ يوسف. ليه؟ لأنه عاقل. قال أخرج. ويبقى دائما يقال السجين خريج السجن؟ لا، ما أخرج إلا بعد التحقيق. ليش سجنت؟ هل أنا مستحق السجن ولا لا؟ قال له ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. وشوف الحكمة، لو لم يقطعن أيديهن لضاع حق يوسف، لكن الله عز وجل جعلهن يقطعن أيديهن حتى تكون قرينة بعد 10 سنوات تظهر فيها حقيقة براءة يوسف. فجمع النساء، انطلقت لجان البحث عن هؤلاء، أي مرأة موجودة مد يدك، أي واحدة يدها في قطع تعالي، كنت موجودة. فاجتمعنا كلهن 40 امرأة، وجيء بامرأة العزيز، وبدأ التحقيق، وكل مرأة معها زوجها. الأزواج هناك والزوجات قدام الملك. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. كلامهم كلمة واحدة، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. ترى ما عليه مثقال ذرة سوء، بل لما رأيناه قلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. إن كان أحد منكم طالع فينا كان يوسف طالع، إن كان أحد منكم لمسنا كان يوسف لمس. فبينما هم يتكلمنا ويبرئنا ساحة يوسف إذ وقفت امرأة العزيز زليخا قالت الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي، أنا اللي سويته. طيب النسوة راودنه معها، لكن ما اعترفنا، قلنا ما علمنا عليه من سوء. طيب أنتم علمتم السوء من أنفسكم، أنتن اللاتي حصلت منكن المراودة. لو سكتت امرأة العزيز كان قضي الأمر، أنه خديعة من غير مراودة، لكن أثبتت المراودة شهادة زليخا. قالت الآن حصحص الحق، ظهر، أنا راودته عن نفسي فاستعصم، يعني رفض. ليه؟ ذلك ليعلم يوسف وهو في السجن أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ذلك ليعلم زوجي الجالس قدامي ذا أني لم أخنه بالغيب، 10 سنوات ما عمر يوسف لمسني ولا حصل أي خيانة. براءة ليوسف وبراء لها. فماذا فعل زوجها؟ طلقها. قال خلاص اللي بيننا انتهى، هو عارف أصلا. وقال لها لما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيد كنا. بس كان هذا هو وهي في القصر، موضوع ممكن يغطى ويستر، أما قدام الملك والعالم والجمهور لابد يصير رجال. قال خلاص انتهى الموضوع. قالوا الملك خلاص أنت ظالم، أنت يا عزيز مصر ظلمت يوسف، وأنتم يا النسوة ظلمتن يوسف، وأنت يا زليخة شهدت بالحق وكنت مشاركة في ظلم يوسف، كيف يسجن بلا ذنب؟ قال ائتوني به أستخلصه لنفسي. صار الوزراء كلهم يرتعدون، مناصبهم مهددة كلها بالتغيير. وجاء يوسف وانفرد به الملك لوحده. قال خلاص أنت الآن إنك اليوم لدينا مكين أمين، أي لك مكانة خاصة، وأنت أمين مصر كلها بين يديك، صاحب أمانة. تمنى إيش تريد، أي وظيفة تبغى. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. خزائن الأرض قوت الناس، لأن الناس اللي كان عندها خزائن الأرض كانت تظلم الناس، كانت تعطي للكبار والأغنياء وتمنع الفقراء، كان في محاباة. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. طيب ليش؟ لأن رؤياك تحتاج رجل فاهم عالم حافظ يستطيع يسيس الطعام حتى لا يموت الناس في السنوات السبع الشداد. قال طيب أنت على خزائن الأرض وأنت عزيز مصر. فأصبح يوسف بعد أن كان عند أهله أو عند إخوته ذليلا ويقول اقتلوا يوسف اطرحوا أرضا ألقوه في غيابة الجب، بعد أن كان يباع في سوق النخاسة، بعد أن كان يباع ويشترى، بعد أن كان سجين مظلوم، إذا به على أعلى منصب في مصر بعد الملك، عزيز مصر. وأصبح يوسف صاحب البيت الذي كان صاحبه قد اشتراه، صار البيت القصر قصر يوسف، لكن يوسف غير متزوج، ليست له زوجة إلى الآن، يوسف وحيد ليس له قريب في مصر، وأصبح على خزائن الأرض. وبدأ يوسف بالسياسة. ماذا فعل؟ السياسة الاقتصادية، قسم أرض مصر إلى إقطاعات، فقال تعالوا يا أهل مصر، كل شخص أعطاه أرض وأعطاه مال وقال ازرع، ونصف الزرع الدولة تشتريه منك ونصف بيعه أنت لحالك. فأعطاهم الأرض وأعطاهم المال وقال ازرعوا، واشترى منهم نصف الزرع وبنى أكبر مستودعات لما حصل للحاصل من الطعام، ثم كان يضع الطعام في سنابله فيحفظ ولا يضيع، فما حصدتم فذروه في سنبله. وهذه الميزة التي امتاز بها موسى على أهل مصر جميعا، لأنهم كانوا يحصدون الجميع فيفسد ولا يجوز إلا عام أو أقل، بينما يوسف تركه في سنابله فجلس أعواما ولم يفسد، لكن يبست السنابل والحب فيها. لما فعل ذلك وانتهت السبع سنوات وبدأت سنوات القحط، بدأ البقر لا يجد شيء يأكله ولا شراب يشربه، الماء قليل، فأصبح البقر عجاف كما رأى الملك، وأصبح الطعام لا يوجد منه إلا حصيلة سنوات الماضية من 7 سنوات، أصبح الطعام يابس، 7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. وخلال هذه السنوات جاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. من قبل كم سنة؟ أكثر من 30 سنة أو 35 سنة، ويوسف قد انقطع عن إخوته، أصبح رجلا وهم رجال، فعرفهم وهم له منكرون. وهنا تظهر أخلاق الأنبياء. عرفهم، عرف وتذكر ما فعلوا به، وقد مكنه الله. كان بإمكان يوسف لما دخلوا عليه أن يأمر بسجنهم فيسجنون، فيحقق معهم ماذا فعلتم بيوسف من أول لقاء، فيعترفون، وما فعلوه جريمة، أن يرمى في السجن في البير جريمة، أن يباع وهو حر جريمة، أن يهدد بالقتل من إخوته جريمة، اقتلوا يوسف، أن يهدد بأن يلقى في البر لتأكله الوحوش جريمة، جرائم كثيرة، أن يتعرض والده للبكاء والحزن بسببهم ويفرق بينه وبين أبيه، جرائم كثيرة، ومع ذلك عرفهم ولم يتكلم عما فعلوا وهم له منكرون. يعني كل شيء يتصورونه إلا أن يكون يوسف الذي بيع عزيزا لمصر، لأن الرق من أسباب الذلة، وهذه المرتبة لا يصل إليها كل حر، بل لا يصل إليها إلا من خصه الله عز وجل بها وأعطاه الله، لأن هذا من الملك. فماذا حصل؟ أحسن إليهم وأحسن ضيافتهم وأوفى لهم الكيل، ولكن قال أنه لا كيل لهم مستقبلا حتى يأتوه بأخ لهم من أبيهم. قال فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. وأعطاهم عدة أشياء تجعلهم يرجعون إليه. أولا أنه يوفي الكيل، ألا ترون أني أوفي الكيل؟ ثانيا أنه أحسن ضيافتهم وأحسن نزلهم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، يعني قدم لهم أحسن ضيافة، أحسن مبيت، أكرمهم إلى أحسن، هذا ما شهدوا عليه في مصر. فلما ذهبوا إلى الشام جعل متاعهم أي بضاعتهم التي جاءوا بها ليشتروا الحب أو يشتروا الطعام جعلها في أوعيتهم. فلما رجعوا إلى أبيهم وفتحوا أوعيتهم وجدوا البضاعة التي ذهبوا بها من عند أبيهم ليشتروا بها موجودة مع الطعام. قالوا يا أبانا هذه بضاعتنا ردت إلينا، فلوسنا رجعت، وهذه مكيدة من يوسف لأنه يعلم أن يعقوب لن يأكل طعاما حراما. يقول هذا ممكن سهو، ممكن بدلا من يأخذ الفلوس حطوها، فارجعوا أعطيهم فلوسهم، أعطوهم مالهم مقابل الطعام. قالوا يا أبانا هذه بضاعتنا ردت إلينا، إذا لازم نرجع لأن البضاعة رجعت مع الطعام، ونمير أهلنا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير، يعني أرسل معنا أخونا نكتل وإنا له لحافظون، يعني نزداد كيل بعير. لأن يوسف سياسته أن كل شخص يعطى حمل بعير، ولو جاء شخص واحد وعنده 10 أبعرة ما يعطيه إلا بعير واحد. إذن البعير مقابل الرأس، كل رجل بعير، فإذا جاء معهم بنيامين ازدادوا بعيرا آخر، فأرسله معهم بعد أخذ المواثيق لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. أعطوه المواثيق وذهبوا، وعددهم كم في هذه الرحلة؟ 11. الرحلة الأولى كانوا كم؟ 10. الآن 11 كل أبناء يعقوب خرجوا. الأول كان معه بنيامين فقط يأنسه، الآن حتى بنيامين خرج، بقي يعقوب لوحده ليس معه أحد، أبناؤه كلهم ذهبوا إلى مصر. وأخذ يوصيهم يا بني اذهبوا فتحسسوا، عفوا اذهبوا هذا لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه. وعندما وصلوا الى مصر ودخلوا على يوسف بدا يكيل لهم واعطاهم كيلهم، ووضع الصواع الذي يكيل به صواع الملك وضعه في رحل اخيه بنيامين ومشوا. وهذا من الكيد. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. فلما فصلت عيرهم في طريقه إلى الشام إذا بالمنادي ينادي أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا واقبلوا عليهم، كيف أبناء نبي هذو مو ناس عاديين. قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. يوسف قال أي واحد جاب الصواع له بعير زيادة يصير له بعيرين والطعام قليل. طيب عن كل الناس تنافست، لأن حمل بعير من الطعام ذاك الوقت شيء عظيم ما يعطى إلا لرجل، فالذي جاب القبر له حمل بعير زيادة، يعني بعير من عند يوسف محمل بالطعام. قال وأنا بي زعيم، أنا أول واحد ناديتكم وأنا أول واحد نأخذ البعير. طيب قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، ترى غلطان، ممكن غيرنا، أما حنا ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. طيب قالوا بسيطة، فما جزاؤه؟ يعني تعال تحقيق، إذا ما أنتم سارقين عادي تمشوا، وإذا كنتم سارقين ما جزاؤه؟ طبعا له جزائين، جزاء في مصر وجزاء في شرع إبراهيم. جزاء في شرع إبراهيم هو القتل، عفوا جزاء في شرع إبراهيم هو الرق. شريعة إبراهيم وشريعة يعقوب من بعده أن السارق يرقق، والجزاء في شريعة مصر يقتل، السارق يقتل. فقال فما جزاؤه إن كنتم صادقين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. خلاص، إذن أقروا أن إذا كان هذا الصواع في رحل أي واحد منهم ال11 خذوا الشخص استرقوه. هنا يوسف سيتعرض بعد قليل في هذا لكلام صاعقة، بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه. طلع أخوه بنيامين، فالظاهر هو السارق، وبنيامين متفق معاه، قال له يا أخي أنا سأضع الصواع في رحلك، أنا أخوك يوسف، وأظهر أنك سارق وأني سأخذك وأسترقك من أجل أبقيك معاي، فلا تحزن ولا تبتئس. استخرج من وعاء أخيه، قال هذا صاحب الرحل من؟ بنيامين، أصغر واحد. قال له تكفى، إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، تكفى طالبينك، خذ أي واحد منا. قال لا، معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. يمين يسار حاولوا خلصوا نجيا، راحوا يتكلموا مع بعض، يتناجون ايش نسوي، ماذا نفعل. فقال الرجل اللي قال في البداية لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يتكلم الآن، قال اذهبوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، وسل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. طبعا يوم صاروا صادقين قال اسأل واسأل واسأل. أيام أكله الذئب ما قالوا اسأل أحد، جاءوا عشاء يبكون وقالوا أكله ذئب من غير شهادة، لكن هنا اسأل واسأل واسأل، وحلفوا وصدقهم. ولكن مع ذلك لما جلسوا فترة صار كم العدد؟ 9. صار يعقوب فقد كم؟ 3، يوسف وبنيامين والأخ اللي قال لن أبرح حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. قال سأبقى في مصر قريب من أخوي، وأنتم روحوا لأبوكم، إذا أذن لي نرجع رجعت، ما أذن لي نرجع ماني براجع. صار يعقوب فقد 3 أولاد، يوسف الأول وبنيامين الثاني، وهذا الولد العاقل اللي هو أعقلهم الثالث بعد يوسف وبنيامين. طبعا لما حصل هذا قال لهم يعقوب اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. قالوا أنت تفتى وتذكر يوسف حتى تكون حرضا وتكون من الهالكين، أن يوسف من زمانك لو ذيب. قال روح تحسسوا، اذهبوا فتحسسوا. والتحسس هو البحث عن الخبر السار، والتجسس هو البحث عن الخبر السيء. تحسسوا من يوسف وأخيه، فدخلوا يتحسسون وجاءوا ببضاعة مزجاة، بضاعة ما تصلح، ودخلوا على يوسف قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة ما تنفع مختلطة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال يوسف عليه السلام هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ عندها انبهروا، قالوا أينك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. عندها قطعت الأحبال في أيديهم، قطعت الأمور، ارتبكوا. هذا عزيز مصر اللي حنا كنا نقول اقتلوه، حنا كنا نقول افعلوا به، هذا اللي حنا نقوله أنه سرق من قبل، الحين ماذا سيفعل فينا؟ أي شيء بيسوي. يترقبون ردة الفعل، وكيف كانت ردة الفعل. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ما أحسن العفو بعد المقدرة. عفى عنهم، قعدوا يبكون ندمانين وفرحين بلقاء يوسف ولقاء بنيامين وأن أخوهم صار ملك. وانتهى الحسد بالإحسان. آخر لحظة من لحظات الحسد في قلوبهم بعدما قال لا تثريب عليكم اليوم، ادفع حسد الحاسد بالإحسان إليه، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. بعدها أعطاهم قميصه، قال لهم زمان أخذتم قميصي وحطيتوا عليه دم وقلتوا لأبوي هذا ولدك كلوذيب، الآن خذوا قميصي وأنتم صادقين، قميص ملك، واذهبوا إلى أبي قولوا هذا قميص ابنك صار ملك في مصر، اذهبوا بقميصي هذا القميص قميص الملك فألقوه على وجه أبي يرتد بصيرا، وأتوني بأهلكم أجمعين. أول ما حملوا قميص يوسف وفصلت العير من مصر متوجهة إلى الشام، أرسل الله الريح الطيبة فحملت الريح رائحة يوسف، حملتها الريح من مصر إلى الشام، وإذا بيعقوب يشم ريح يوسف، يوسف في مصر ويعقوب في الشام ويشم ريحه. أول ما فصلت الريح فصلت العير من المباني، لما فصلت العير قال يعقوب عليه السلام إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قال وين يوسف؟ تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. وقعدوا يتكلموا عليه أولاده وأحفاده. ووصلت العير وجاء البشير وألقوا قميص يوسف على وجه يعقوب فارتد بصيرا. شاف عيال أول مرة يشوف، مواليد ولدوا بعد ما صار أعمى، لأنه كان يبكي ليل ونهار وابيضت عيناه من الحزن وهو كظيم. لما رجع الله له البصر وجاء الخبر ويوسف صار ملك مصر وقال لكم تعالوا وأتوني بأهلكم أجمعين، انتقلت عائلة يعقوب وأولاده وأولادهم وزوجاتهم ووصلوا مصر ودخلوا مصر جميعا. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ولما دخلوا مصر كان يوسف قد هيأ لهم المساكن الطيبة وهيأ لهم كل سبل رخاء العيش، وانتهت حياة البادية التي كان يعيشها يعقوب وأبنائه في بادية الشام إلى حياة الحضارة في مصر. ودخل القوم على يوسف، والده وزوجة والده الباقية حية، وزوجاته كم كانوا؟ 4. مات منهم في الفترة 3. أول واحدة أم يوسف ماتت عند ولادتها ببنيامين، وماتوا 2، وما بقي مع يعقوب إلا واحدة عجوز، ويعقوب عجوز، وجاء بها إلى مصر ورفعها يوسف مع أبيه وأطلق عليها أم، وقال تعالى ورفع أبويه. طيب وين أبويه؟ هذا فعلا يعقوب أبوه، لكن المرأة زوجة أبيه، زوجة الأب أم لك، زوجة أبيك أم لك، لذلك قال ورفع أبويه، وتقديرها من البر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، وأعظم ود الرجل لزوجته، وجعل بينكم مودة ورحمة. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وإخوانه 11 تحت وقد خروا له سجدا. قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. انتهى المشهد، طويت الصفحة. يعقوب من 40 سنة عن ولده يريد الخبر. قالوا يا ولدي أعطيني الأخبار، وش اللي حصل؟ قال له اسمع وشوفوا أنتم الأدب وشوفوا الإحسان. قصة يوسف طويلة وعريضة، فيها بير وفيها وبيع وفيها شراء وفيها، لكن كل ما فعله إخوته، لأنه قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، لم يذكر منه شيء. ما قالوا يا أبوي ترى إخواني رموني في البير، وتراهم باعوني، وترى، لا، كذا لو قال يمكن أبوه يموت بالسكتة القلبية. قال له وقد أحسن بي، اللي هو الله، إذا أخرجني من السجن. دخلت السجن يا ولدي؟ إيه والله دخلت السجن يا أبوي، يوم النسوة اجتمعنا وراودنا عن نفسي، قالوا يا تسجن يا تفعل الفاحشة، قلت ربي سجن. قال أحسنت، السجن أحسن من الزنا. طيب، لم يذكر البير، ما قال وقد أحسن بي إذا أخرجني من البئر. لو قال وقد أحسن بي إذا أخرجني من البئر، يقولوا بئر إيش ومن حطك فيها يا يوسف؟ والله يا أبوي أولادك أخواني اللي حطوني، يمكن يدعو عليهم وتنتهي، ينتهون، وممكن ما يتحمل الموقف. وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من ضرب الحسام المهندي. وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن، واحد، وجاء بكم من البدو، اثنين، وبدأ يذكر له محاسن ما مر عليه. ولذلك إياك أن تذكر السوء الماضي، لأن صبرك عليه إحسان من الله لك. فإذا تكلمت فأنت تشكو الله إلى عباده. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له. وأحسن الصبر ما سكت عنه إلى يوم القيامة. ولهذا الصابر لا يتكلم، لا يقول، لأن التكلم يخفف. يعقوب عليه السلام مع الحزن الذي هو فيه ما اشتكى لأحد، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. بعدما قص عليه القصص والماضي كله، لم يمكث يعقوب عليه السلام من الزمن إلا قليل حتى توفي. وقبل وفاته وهو في قصر يوسف جمع أبناءه. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. لكن قبل هذا إخوة يوسف لما طلبوا منه الاستغفار استغفر لهم فورا، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. أما يعقوب فلما طلبوا الاستغفار منه قالوا يا أبانا استغفر لنا إنا كنا خاطئين، لم يستغفر فورا، قال سوف أستغفر لكم ربي. لماذا يوسف استغفر فورا ويعقوب أجل الاستغفار؟ لماذا؟ الجواب أن يوسف استغفر لهم فورا لأنه صاحب حق، ويعقوب عليه السلام أجل الاستغفار لأنه ينتظر وقت الإجابة. في السحر والمستغفرين بالأسحار والدعاء بالغيب أعظم من الدعاء بالمشاهدة. هذه القصة ذكرت بسبب، وهو أن رجل جاء لمكة وأصبح يقص 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 قصص طويلة. فبعض الصحابة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ألا قصصت علينا قصصا طويلة؟ فنزلت سورة يوسف أحسن القصص. هذه السورة كان اليهود يستمعون لها في المدينة ويبكون عندما يسمعون القصص التي تتحدث عن أبيهم يعقوب وهو إسرائيل وعن أجدادهم، وتدل على أن القرآن للعالم كله وليس خاص بالعرب. فقصة يوسف، قصة إسماعيل، قصة إبراهيم، قصص الأنبياء كلها للعبرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وخيري الدنيا والآخرة مع كفاية هميهما اللهم رب السماوات السبع وما أضلت ورب الأراضين السبع وما أقلت رب جبريل وميكال وإسرافيل ومحمد صلى الله عليه وسلم ربنا ورب كل شيء اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والمعذرة على الإطالة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.